ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. الاهو التحيل على عجله، صفحات في الفيسبوك، صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي كلها راي راي رد بالك وتحط فلوسك وتحط سكين. احنا تحيلوا علينا بطريقه غريبه برشا. انت تمشي تلقى اجونس وتلقى نستخدموا بيروات وتتشرها باش تخدم معهم، وكل سين الحلو وكل الرطب وخويا ومرحبا وتفضل سيدي وكل لغه تتشرها انت باش تخرج بلدك. خرجوا اصحابه الكل، خرجوا مشاو معناها لامريكا طريق لاجونس هادي؟ لاجونس هادية بيان سور. احنا ما مشيناش بكاكا، معناها مشينا عن طريق الاولاد هذوما يعرفوه ونصحوا ولدي قالوا له امشي لفلان. وعلى فكره السيد قاري مع ولدي في الفاك تاع منوبه، معناها يعرفوا. نعطيه 9,500 في الوقت هذاك، دخلنا احنا في السيستم وقت الدولار وكل 9,550 خذاها من ضمن بري دانسكريبسيون معناها تاع خدمه الدوسي والاجونس نتاعو هو. بعد يصير كونتاكت مع السفاره، يعمل ان رونديفو في السفاره باش يمشي يعدي ويقابل السفير في سفاره امريكا باش يعطيه الكل الوحده. مشى ولدك عدى معناتها مشى عمل لونترتيان؟ مشى ولدي عمل لونترتيان، لكن قبل هذا فما حاجه ما حكيناش عليها. يلزمك تعطيه مبلغ معين، المبلغ المعين هذا يلزم يكون ما بين 15,000 دينار حتى 24,000 دينار، معناها يلزم يكون هذاك المبلغ كاك هو حسب الطلب. جيت باش نحل ولدي معناتها باش نبعثوا وفلوس متسلفها يا ربي يا ربي. عندي صاحبي خسرته في جرته، هو صاحبي خسرته ولا خسرته وحاشم منه معناتها متصور. غناتي يقول لي يهز التليفون يقول لي فلوسي اش باش نقول له؟ نقول له راه العبي واحد خد ولدي وافكتيفمون خد ولدي العبي عمل فيه ما يتعملش، فهمتي؟ عائلات كامله راه عائلات كامله حطمها السيد هذايا وخلوه يدور تو. الناس المتحيرين هذوما ولا يلعبوا، معناتها ناس عندهم سوتيان. انا نشوف فيه السيد عنده 3 برقات تفتيش ويدور مازال تو يدور برا ويهدد ويتكلم ويتوعد ويخدم ويصور في الفلوس وياخذ فلوس ويتحايل على ناس اخرى. راه هو قاعد يتحايل تو بفلوسنا احنا عطاها الناس اخرى مشات باش تقرا بفلوسي انا وفلوس غيري، هو قاعد يخدم ويدخل في الفلوس ما على باله بوالو ما على باله حتى حد. ثم نهار كونتاكتيني قلت السيد روعي تهز التليفون هز قال لي لا تسال تو انا شاك ام بي رجع شاك باسمه هو ام بي ونساله فلوسي يهزي في التليفون استفزني طلع لي تو كمان الوقت الحاضر التونسيون طلعت يهز التليفون يقول لي ما عاد تسالني عندك عندي حتى فلوس ما عندك عندي ما تسالني حتى شيء وبهي ما قدام القرع. وكالة أسفار وهمية تلهف الملايين من طلاب توانسة مقابل حصولهم على تأشيرة الدخول إلى أمريكا لإكمال الدراسة متاعهم. اليوم للأسف نحكيه على 28 عائلة هم فارسة هذه الوكالة اللي تحيلت عليهم، والمبالغ اللي فقدتها طبعا كل عائلة تتراوح بين 24 و 50 مليون. في الإطار هذايا يجينا واحد من العائلة هذه باش يحكينا تفاصيل التحيل واللي هو طبعا ولده الطالب ضحية فيه. الاجنس هذه عرفتها معناتها عرفناها ترافير صاحب ودي مشى لامريكا معناتها يقرا غاديك امور واضحه كونتاكت ولدي خلى روح ثم اجنس هكا هكا موجوده في جون جيريس فهمتي اسمها فهمتي ومشينا غاديك معناتها خذينا لي كورديني مشينا عملنا كونتاكت مع السيد المعني بالامر فهمتي كونتاكتيناه تفهمنا على البروسيدير قال تدفعوا لي مونطون تاع 8,820 دينار اللي هما فري دو ديسكريبسيون في تاع الدوسي هذه البداية فهمتي. وقال بعد يا خو يمشي يعمل تريتيان دي فيزا ويمشي يقرا على روحه فهمتي ما ثم حتى مشكل. مشيت البروسيدير هكاك بقى البريود الاولى ها مش ناخذ رونديفو على في السفاره ها مش عامل كذا كذا توت الحكايه. قلت يا اخي شنو خرجت شنو اخرت؟ قال لي لا هو مش عندنا بروسيدير اخرى راه قانون وشكم كوا في امريكا وشنو تبدل راه مش عامل بروسيدير اخرى. قلت له شنو؟ قال لي تمشي تعمل كونت كورون. كيفاش تعمل كونت كورون؟ هي خوت لي مرور مش يمشي من غير لا كونت كورون لا حتى شيء معناتها بالمونطون هذيك مش يمشي ولدك. قال لي لا تعمل سي بوسيبل. قال لي ومينيموم مطلوب منك باش حضرنا كونت كورون ب 25,000 دينار. مشيت للعائله والاصحاب والاحباب لمتك المونطون هذيك لمت 25,000 دينار. كوم كوا جبتوا فيها كونت كورون وبعث مشى خذا رونديفو لولدي وترافيرسا انا ما نعرفش معناتها الدوسي كيفاش هو اللي قاعد يخدم في كل شيء في الدوسي نتاعو. جست تجيب اللي يطلبوا منك تجيبوه يجيبوا اللي يطلبوا نجيبوه له انا ما عندي شو عندي باش نعمل راه مادام واحد وحل شو عندي باش نعمل راه. قلنا اوكي جبنا المونطون مشيت للبنك عملت الفيزا الكونت بي وصلت المونطون هذيك هز عمل يعطيك الصحه هز الدوسي صب
عمل رونديفو ولدي مشى عمل لونتريتيان نتاعو والسيد ريفيزي ما يعرفش ولدي قال لي نحكي ربع دراج ونحكي باللونجري ما فهمتش علاش رفضتني معناتها اللي عملت لونتريتيان ما فهمتش علاش الولد عرق من خلي حكيت 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 لي ولد عارق من يعني نحكوا على مستويات بارك الله عليه يعني ولدك عنده القدره كابابل متوفر الانسان يحكي ربع دراج باللونجري معناتها مش شوي فهمني ومن بعد خرج وانا في الخوذه هذه اللي صارت فيها الحكايه نصرف الولاد شنو الحكايه صار فقط لحد الان المبلغ اللي انت معناتها دافعه قداش المبلغ بالضبط دفعت 15000 دينار لا قبل اي التوا معناتها تتسمى الامور سلامات سلامات ما زلت ما دخلناش في الامور الاخرى انا بشويه تو نجيب فهمتني رجع ولدي بعد كي جينا نشوف نلقاو السيد عامل دوموند كونتاكتي فاك المونطون نتاعها ب 50000 دينار وانا ولدي معدي معناتها مشي ما دخلوا دوسي ب 25000 دينار هذاك علاش رفزوه يعني في رفزوه به ترفض شي الحكايه هذيك بقينا خلينا نسرو في الرفض هذايا معناتها من بعد تحسوا انه كان مقصود من طرف السيد هذايا باش يزيد ايضا يطلب فلوس يزيد فلوس اخرى معناتها قاعد يحضر فيه في حاجه اخرى معناتها كيفاش يخدم يخدم عنده سياسه المراحل المرة اللي بعد طول عليا يا ودي شنو الحكاية ودي هاوكا قال لي مز شوي وقت شوي وقت قال بعد قانون آخر هو قاعد معاش هو ولا مش شيوخ معناته يطلع في القانون وحده السيد قال لازم كونت كورون كيفاش كونت كورون وبعد خلي كونت كورون خلي كونت بلوكي يا عمي نجيب لك كونت بلوكي انا الفلوس سلتهم رجعتهم من العباد قال لازم كونت بلوكي كيفاش كونت بلوكي قال لي ثم نعمل دو جروباج ولا شنو كيفاش بلوكاج دي بلوكاج معناتها حكاية شرب لي مخي ونعرف عليه هنا هو الافير كل باسمه هو تي انا مش كاعطيوش الشكل الاولي نتاع الكونترات معناتها باسمه هو وزيد كملوا الشكل الثاني باسمه هو قال لي مينيموم 15000 دينار وانا تو جيب لي 15000 دينار وانت نصرف الباقي نكتب له 15000 دينار بالضبط باسمه هو باسم السيد هذا مول لاجونس ونمده له نروح انا ترما يا اختي بخارج من جون جوريس تصورتي من جون جوريس نسكن في الايربور مشيت للديستريبيتور بشد مصروفي نلقاه الشيك تجبد في ظرف ساعتين مع تصور انت من جون جوريس باش تسكن توصل للايبور ساعتين ما حتى اقل من ساعتين في تاكسي ناقص اللي خرج له في شاج الشيك تجبد ما عادش كيفاش مو تستغرب في بديت تشك بديت استعت هذا وقتها غاديك معناتها شديت فرع يروح للدار نحكي له قلت له نحكي مع ودي قلت له السيد والشيك جبدوا بالوقت هذا كانوا عنده بنك تخدم تخدم معنا هو السيد خلي عندي انا وسائل خاص وعندي خوتي نجم نعمل بلوكاج جيب بلوكاج هذاك اللي طمن وقال كي صافيس او هكا خلي بلاش يعمل كونت حل كونت ديتيدون ولدك مشيت حلت كونت ديتيدون كي الابلة هو يقول لي يعمل ولا نعمل تبع فيه معك وبالثقه نخدم معاه ياك هاو في الحكومه هذه كل شيء نستنوا هاو منا ومنا ومنا ما فما صار حتى شيء في ديسمبر 2022 ثم عنده حكايه سايره فات في الاجنس عبيد داخله وخارجه ما فهمناش احنا الموضوع شنو ثبت بالضبط وهو عنده وقت ثم عنده صاحبه يتعامل معاه وعنده معناته دوبل ناسيوتي هذا السيد هذا عنده سنه ناسيوتي امريكان وتونسي وعنده معارف في السفاره جاي يحكي معايا قال لي الاجنس انا سري انا وليت سجلت الديكتيف تاع الاجنس وانا مش نتصرف كل شيء قلت له السيد عطيني مش رجعني فلوسي بطلت معاش حاجه معاش ولدي خليك معاش حاجه باش نمشي يعني من التعطيلات هذيك سي بون بطل قال لي سي اخويا بابا باش يرجع فلوسه وسايبني من الحكايه معاش حاجه بها معاش ماشي جمله واحده يعني بديت تطالب بفلوسك تو فلوسي دخل لي طرف هذا الثاني صاحبه خاطر في بالي بحكي قال لي انا وليت نتصير في الاجنس وترجعك فلوسك فلوس تعرف المعني بالامر الاصلي قابلته بعد هذا قلت حكيت معه هو موجود والسيد موجود وساكت الاخر يحكي معي والاخر ساكت كم كوا السيد معناتها هو الحكايه عنده هو ما رانا السيد هذا بعد جمعتين ثلاثه سمعنا بيها سافر لامريكا مشى لامريكا هو عنده مشكله اهرب وحنا ما نعرفوش الحكايه هذه كي هرب السيد احنا شكون باش نمشيو تاع نلتجو الاجنس سكرت ما عندي حتى شيء ما عندي بقيت كنتاكتي في صاحبه هاو باش يجي هاو دار شنو دار شنو من بعد سيدي كونتاكتينا ما اسمه ابوه دخل معنا في الخط معناتها برشا من الناس شيخ انا اون شارج قال اخويا اصبر شويه وهكا يعني مش كان انت ضحيه قلت برشا من الناس ولا ولدك برشا وليتوا نحكيو على 28 عدد اللي عطيتهم مينيموم هذا هذوما اللي عرفتوا بعضكم في اطار الظرف هذا ظرف التحيل التحيل ما ثم اكثر يمكن تكون اكثر من هكا فهمتني من بعد شنو بوه وعد معناتها تعهد اللي باش يرجع قال لي راه عندي مونطون كان مونتيل مونطون راني وعندي فلوس اخرى داخله نرجعك بشوي بشوي قال لي راني انت بو وانا بو يقول له انا بو وولدي هما قال لي خويا اصبرني شوي وصار رينيون السيد هذا بوه ومرته واخته جاوا في الاجنس وعملوا رينيون بالولاد ووعدوهم باش يرجعوا لهم فلوس الاجنس هذه شنو حكايتها عملتوا عليها ريشير شفتوها شنو هي هذيك مشينا قال اخر واحد مشى عينيه مسكر انا تو انا جاني ولد خو صاحب ولدي يعني كونتاكتيتو فيها ومشى يعني حاجه غارونتي حاجه غارونتي خمس لنقل تيموان خدامي تيموان خدامي وصاحب ولدي
خمش نلوج عليها انا الاخر ونشوف عباد داخله ودوسيات ماشي جايه معناتها وناس مع كواتر ويت وناس تخدم وديزورديناتور وكونتاكت وانجلي عندهم سباتشينغ ويسموه باش يعملوا ديسيونس دونغريتشو ما عندها كوتشينغ والله كوتشينغ هذاك معناتها كوتشينغ قاعد في كوتشينغ قاعد في العباد يحضر فيهم باللوتو تيليفيزا ومش تمشي وتقرا يعني عاد هو مع ذاك المكياج نتاعو اللي عمل هنا باش حس به العباد هيك حصير وقت كلمنا ابوه خلنا له هاك هاك بعد نهز تليفون بوه كان قلت يا سيف لو هاك هاك وشو قال لي انا نعرف بيه ولا ودي نعرف اعطاني تليفون مرته قال لي كلم مرته كلمت مرته قالت لي وقتها وهي انسانت وشو مش تقول قالت لي احنا باش نطلقوا شوفي معناتها للدهاء نتاعها مش قالت لي انا باش نطلقوا ومن بعد المراه تطلع عندها حانوت عامله حانوت في فونت كوبرس تاعو مليار عاملها هو في لاك دو هاي في لاك دو بعد قال لي باش نضم باش هي في المريض هذيك هو واش عملنا عمل بينا رينيونزو من امريكا انا ما نحبش مش نقلبكم وانا عندي هكا هكا وانا راجع ومش بدنا حتى شيره ما عنده حتى شيره السيد قال راه باش نكونتاكتيكم مش راجعكم فوسكم بشوي بشوي يرجع السيد من امريكا في اوت عنده ثلاثه بقيه تفتيش دخل السيد طريقه غير شرعيه للتراب التونسي راه دخل مع عتيقه الجزائر كيفاش عرفته معناتها انه دخل كلم ولدي ويحكي معاه قال ودخلت على يعني فما ما يثبت فما ما يثبت عندي فوكال مع ولدي مشى معناتها اللي هو قال دخل دخل متزاير قال لكم راني هاني روحت وهاني داخل متزاير على اساس باش يرجع لك فلوس يخدم ورجع يخدم حل اجانس اخرى اسمه ما عادش حل اجانس اخرى في لاك القديمه الوهميه القديمه مسكره عملت قصه اخرى حل مسلسل معناتها فينا اخر حل لاك اسمه يعني باش نحكيو على ضحايا اخرين قاعد حيله مو هو ترى ما كونتاكتي فينا احنا استنوا عليه اصبروا عليه شويه وش عمل ايفينمون وش شطاو خلصكم وما ثم حتى شيء يظهر يخرج لك الشر ويغيب اربع خمس ست شهور يبردهم جماعه يعمل لك الحربوشه يسكتهم ويمشي على روحه بقلت انه يوصي في الطلاب انهم ما يذكروش اسم لاجونس اي قالنا ما تذكروش اسم لاجونس دخلوا السفاره الامريكيه باسم غير اسم لاجونس نتاعو ورغم انه ما خلوا لا ما خلوا الزنورين نتاعو ما خلوا فلوس ولا اساس ما ياخذ فلوس على اساس معناتها باش يبان بالذك يذكر على ما في بالكش ما فخناش بها الحكايه هذه اللي هي لاجونس معناتها اجونس وهميه معناتها ما عندها حتى سورس فهمت التجأت للقضاء ولا فهم شكايات في الاطار هذايا لانه نحكيو على عمليه تحايل كبيره تحايل كبيره مشينا عملنا محامي ثمانية من الناس مشينا تتسنى محامي عملنا عريضه وكيل جمهوري السيد المحامي خاب بواجباته هز العريضه صب هنا في المنطقه المنطقه العاديه نجعلها مرجع النظر نتاعنا هي اللي صب لنا الشكايه نتاعنا في جوان 2023 مشى ولدي ورجع مشى ورجع نفس النهار عمل معناتها جات حكايه باش عمل تاع اقوال برا تنصر نبعثوكم لهنا من نهارته ما عندنا حتى حاجه ما ثم حتى شيء ما تحسنا لحد السيد معناتها قاعد يمارس في النشاط نتاعه وجوست بدل البلاصه كهو الاسم نتاع لاجونس بدل الاسم نتاع لاجونس قاعد يخدم مدخل في الفلوس راه يدخل في الفلوس انتم تطالبوا بفلوسكم وما تعرفش باش انت ثم نهار بالكونتاكتيني قلت السيد روعي تهز التليفون هز قال لي تو انا شاك ام بي رجع شاك باسمه هو ام بي ونسال فلوسي يهزي في التليفون استفزني طلع لي الوقت الحاضر التنسيون طلعت يهز التليفون يقول لي ما عاد ثاني عندك عندي حتى فلوس ما عندك عندي ما ثاني حتى شيء وبهي مقدم قرع تجي تقول لي بهي مقدم قرع السيد ما متمكن مشيتوا له لاجونس جديده هذه اللي حل مشيتوا لقاها لاجونس كيفاش عملها لاجونس وهميه يكري اللوكال يعمل فيه لزونتريتيان يتحيل على جماعه وبعد يسكر في 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 بلاصه عنده 5 6 بيرو راه مش في بيرو واحد راه يكري بالساعه السيد هكا يكري اللوكال بالساعه اكل التبيرو تقاه كبير وبيرو ليكس واش درا شنو باش يغري لعبيتكم كوا اجونس هاي شنو درا شنو فهمتي هذه شكايه هذه كوبي مش شكايه هذه شكايه وقتاش قدمت بها شكايه الشكايه هذه عطينا قلت لك عطينا عريض وكيل الجمهوريه مال في جوان في جوان 2023 هذا الكونترات اللي عملناه معاه معاكم صح امور واضحه فيه المونطون فيه كل شيء فيه انجاجمون كل شيء هذا الكونترات هذا رسي هاو رسي باسم ولدي وفيه المونطون 8820 دينار وهاك الاجون امورها واضحه وهذا الشيك باسمي انا نعطيته له هاو باسمه هو الشيك باسمه هو هذا بتاع الفريد ديسكريبسيون هذا بتاع الفريد دوسي باهي وهذا الشيك رجع لي ام بي باسمه هو فيه 15000 دينار باسمي انا رجع لي ام بي باسمه هو على خاطر
اليوم انت عمليه الضحيه، عمليه التحيل عفوا، هذه قديش كلفتك من مليون وكل وكل؟ اللي الفلوس اخذها هو كل ما عندي، الكل ماخذ ما عندي 8,820 و15 مليون شيك، معناتها الحكايه تقريبا في 8 24 23 مليون و820 هك تقريبا 24 مليون، بخلاف المحامي بخلاف التعب وبخلاف اللي صار لي انا من جراه هو، معناتها حتى ولدي ساي معناتها انسان دخل في هيستيريا، عمل ديبريسيون، عمل ديبريسيون وصل حتى وصل لهد بالانتحار، معناتها يعني وصلنا عند نقولوا النص كان انا بحضر، قلت لك بحضر وراي محطه نتاع في الايربور، وراي محطه نتاع الترام، قال لي شنو اخرتها بابا؟ اخرتها نمشي هاك الترام تعادي هات انا نروح هكا نرتب. كيفاش معناتها وقع التحير وحس روحه هو سبب حس؟ صحيح انسان دي بريم هذا حس كان يحلم انه باش يخرج يدل الدجور لا تلقى ياخذ بحذاه قاعد في الدار، ياخذ في الدار لا يتحرك لا يمشي لا يدور، انسان معناتها شو انت قاطع عمل اختيار في الدار. شفت البنك اللي قاعد يروح عليه عباره بنك، معناتها نكلمه حتى كنتكلمه بشويه تحكي معاه شويه يولي اجريسيف ولي على اعصابه ولي عيط ولي ماما ولي تتبع فيه بشويه بشويه بشويه، معناتها باش نخرجوا بالحكايه هذيك. اليوم انت بشنو الطالب بالضبط؟ لشكون الرساله تحب توجهها تحديدا؟ الرساله للراي العام والسيد الرئيس والوزير الداخليه ووزاره العدل، شوفوا لنا حل في الحكايه هذه، راهي باش تصير كوارث. الناس المتحيرين هذوما ولا يلعبوا، معناتها ناس عندهم سوتيا، انا نشوف فيه السيد عنده ثلاثة برقيات تفتيش ويدور مازال تو يدور برا ويهدد ويتكلم ويتوعد ويخدم ويصور في الفلوس ياخذ فلوس ويتحايل على ناس اخرى، هو قاعد يتحايل تو بفلوسنا احنا اعطاها الناس اخرى مشات باش تقرا بفلوسي انا وفلوس غيري، هو قاعد يخدم ويدخل في الفلوس ما على باله بوين، ما على باله حتى حد، ما على عامل دولة فاسد دولة السيد هذا، السيد يحكم وحده، ما تتصور انت انسان يقلب العباد يتحايل عليهم ياخذ لهم فلوسهم شاكن بي يا اخي، شو شاكن بي واحد ومزال عنده في ثلاثة بطاقات تفتيش ويدخل التراب التونسي معناتها بطريقه غير شرعيه ويعمل اللي يحب هو ومزال يدور ومزال انا اللي غايبني، معناتها ندور نحكي معك تو بالتونسيون، السيد هو هذا السيد سبب لي في التونسيون ومانيش مش نسلبوا له معناتها حقي هذا مش نتعبوا به يعني. الضرر اللي سال سيه في صحتي معناتها انسان ظني في صحتي، جيت باش نحل ولدي معناتها باش نبعثو وفلوس متسلفها يا ربي يا ربي، عندي صاحبي خسرته في جرته، هو صاحبي خسرته ولا خسرته وحاشم منه معناتها متصور وغناتي يقول يهز التليفون يقول لي فلوسي مش نقول له، قال له راه العبي واحد قد ولدي وفيكتيفمون قد ولدي العبي عمل فيه ما يتعملش، فهمتي؟ عائلات كامله راه عائلات كامله حتمها السيد هذا مخلوه يدور تو مسايب تو يشوفون حل. انت ايضا من العائلات اللي حكينا عليهم 28 عائله اللي وقعوا فريسه الوكاله الوهميه هذه واللي تعرضوا للتحايل. نعم انا تكمل لسي كمال نفس الموضوع اللي حكى فيه سي كمال، معناها احنا تحايلوا علينا بطريقه غريبه برشا، يعني انت تمشي تلقى اجونس وتلقى نستخدم بيروات و تتشرها باش تخدم معهم وكل سين الحلو وكل الرطب وخويا ومرحبا وتفضل سيدي وكل لغه تتشرها انت باش تخرج ولدك. انت كيفاش عرفت لاجونس هذه؟ كيفاش جات الفكره؟ الفكره هي جات لولدي، ولدي حب يخرج باش يقرا في امريكا باش يكمل قرته في امريكا عن طريق اصحابه، سمع اللي فما اجونس هذه تعمل لك طلبتك من بين السفاره الامريكيه ودوسي وتعمل لك كل شيء. اصحابه هذوما ديجا خرجوا والا معناتها لا ما خرجوش جوست يعرفوا لاجونس هذه؟ لا خرجوا اصحابه الكل خرجوا مشاو معناها لامريكيا ولا عن طريق لاجونس هذه؟ لاجونس هذه بيان سور، احنا ما مشيناش بكاكا معناها مشينا عن طريق الاولاد هذوما يعرفوه ونصحوا ولدي قالوا له امشي لفلان، وعلى فكره السيد قاري مع ولدي في الفاك تاع منوبه معناها يعرفوا وغاب عليها يمات مده من زمان وبعد سمع به اللي هو حل لاجونس ويعاون كما يقولوا احنا يعاون في اصحابه باش يخرج يقرا في امريكا بمقابل مبلغ معين. المبلغ هذا كيفاش اختي؟ نعطيه 9,500 في الوقت هذاك دخلنا احنا في السيستم وقت الدولار وكل 9,550 خذاها من ضمن بري دانسكريبسيون معناها نتاع خدمه الدوسي والاجونس نتاعو هو. بعد يصير كونتاكت مع السفاره، يعمل ان رونديفو في السفاره باش يمشي يعدي ويقابل السفير في سفاره امريكا باش يعطيه الكل لوح. مشى ولدك عدى معناتها مشى عمل لونترتيان؟ مشى ولدي عمل لونترتيان لكن قبل هذا فما حاجه ما حكيناش عليه. يلزمك تعطيه مبلغ معين، المبلغ المعين هذا يلزم يكون ما بين 15,000 دينار حتى 24,000 دينار، معناها يلزم يكون هذاك المبلغ كاكا هو حسب الطلب. المبلغ هذا نتاع شنو؟ المبلغ هذا نتاع نتاع القرايه نتاعك في امريكا. لازم يكون فما كون ابار المبلغ الاول اللي حكيت عليه هذيك فري ديسكريبسيون نتاع لاجونس. بعد فما فلوس تصير بلوكي في البنك، الفلوس هذيك اللي باش يشوفوها في السفاره
تنجم تقري كيفاك فاك في امريكا على حساب الفلوس اللي عندك انت كيما 40,000 كيما 50,000 انت والسفاره انت والفاك اللي في امريكا. قداش ربع لي كونت بلوكي انت؟ احنا مينيموم 40,000 مينيموم 40,000 احنا مشينا في ال 40,000 هذيك مشينا درت وعكلت طلعت وهبطت عندي حبيباتي وعندي اصحابي واختي وعندي صاحبي في فرنسا عاوني ولميت من عندي وطلعت وهبطت باش لميت خاطر ولدي متشوق باش يحب يمشي يقرا في امريكا. هزينا الكونت هذاك الواحد حطيناه في البنك من غير ذكر البنك خاطر الحجازيات وكل وخذينا في المبلغ فما مبلغ نتاع 15,000 دينار خذينا فيه شيك والمبلغ الاخر على اساس وانه باش نخدم باش يخدم دوسي ولدي وفي نفس الوقت في صوره ما يطلع ولدي ناخذوا المبلغ هذاك نحطوه عند شخص اخر معناه نطلعوا له هو ما عندوش 20 و 30 مليون بالمبلغ اللي عند ولدي نزيدوه للسيد هذاك باش يطلع الفلوس والفالور نتاع الفلوس باش ينجم في السفاره يسلك اموره فهمتني وهكاك مشى هكاك مشى ولدي نهار 22 سبتمبر 2022 عمل الانترفونسيون الاولى في السفاره الامريكيه ما معناها تقريب 2 مينوت حكى معاه القنصل معناها فما حاجات ناقصه والدوسي كي جيت تشوف انت الدوسي ما تنجمش تمسه انت الدوسي هذاك يرجع للوح يعني الدوسي ما تعرف عليه حتى شيء شنو هو فيه شنو ما فيش حتى شيء جيت تشوف كان المونتون تاع الفلوس اللي في الموجوده في الكونت اللي عند هكا هو بعد انت تتفاجئ علاش الدوسي مرفوض معناها ما نعرفش علاش هذا مع العلم وانه كيف تمشي للسفاره اسم كلمه اللي هي باسم لاجونس ما تجبدهاش معناها هو كاينه غير معترف به في السفاره فهمتني ترفض الدوسي وروح ولدي معناها روح نرفش فيه بون بقيت انا نهدي فيه وكل صباح يصير كاينك عم بعدي با كاينك هكا وكل لغه باش نهدي شوي رجعنا للسيد يا ولدي قلنا له كيفاش قال لا غالب هذه تصير في السفارات الكل حتى نعاود يا خويا تزيدني 10,000 دينار 10 ملايين باش يولوا على 40,000 هذوكم وتو نعملوا رونديفو اخر باهي عملنا رونديفو اخر زدنا فلوس هلال توا ما شكيتش ما قلتش ثم حاجه في كلوش كي نمشي للاجونس نلقاها صف بصف العباد انت دخلت بعد باش تقابل بعد ساعه ساعه ونص ويعملوا لي كوتشينغ هذيك معناها يوريك باش تتكلم بالانجلي باش تعمل هكا باش تحكي مع السفير كيفاش 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 حصلوا عملنا رونديفو ثاني في ديسمبر مشى ولدي مام باس السفير ما حكاش معاه اقل من دقيقه وصير في زي قالوا انت عندك استوريك عندنا معناها انت حتى الفلوس اللي زدت عليا انت قاعد معناها تمشي وتجي ماكش واضح رفزنا به رجعنا له السيد في الفتره نتاع ديسمبر هذيك السيد عمل شهاده الواحد يحب يعدي عنده طلع له في النيفو نتاعه يعني نحكيه وضرب بالشهاده نحكيه على شهاده مزوره تدليس شهاده هو السيد هذا قام بتدليس شهاده معناها على بعضه ياكل يطلع طالع ياكل هابط ياكل معناها يجلس يعمل ايش يحب هو كي مشت السفاره اللي جي لجنه معينه فيقول ماهيش مطابقه للسنه شدوا السيد هذا الوليد شدوه شكون عمل لك هذا قالوا فلان الفلاني السيد متصل وقتها عنده فيزا وعنده كل عمل لك وخرج لامريكا خرج في ديسمبر بقى تقريبا 4 ولا 5 شهور في امريكا وبقى باتصال مع الوليد حاللهم زوم على الابليكاسيون تاع زوم ويحكي معاهم ديما هاو كيفاش نعمر انا مش نخلط غاديك باش نروح انا مش نخلصكم الناس الكل على هنا مازلنا احلى متهنين هذا التو وباقي نفس الضعت هذيك مازال السيد يهني فينا اوكي ومرقلين وتهنوا وصفا الاولاد حتى سمعتوا بالتدليس حتى ما هو هرب من التدليس وقت هرب من التدليس بعد مده تقريبا في ماي 2023 ولدي قال لي بابا راهو هذايا راهو موجود في تونس شنو هي موجود في تونس منين دخل خي مورو شرشي وسنا عليه انا في الفتره هذيك في 3 مليشير تفتيش السيد ونهو يبان دخل على التراب الجزائري ودخل لتونس وكلم الاولاد اللي معاه الكل في الجروب قال لهم اوكي متى تهنوا راني باش نحل اجونس اخرى هذيك سكرها تاع جون جوريس سكرها باش يحل وحده اخرى في اللاك باش يبدا يدير ايشي يعني يكلم الطلاب هذوما نفس اللي هما معناتها ضحايا التحية شفت الاسلوب اللي يحكي به المره الاولى هو بيد باش يحل به في الاجونس الثانيه وباش يعاود يريبورد باش يعاود يخدم من جديد باش يخلي نحي من عند هذوما جدد مساكن اللي باش يتحايل عليهم هذوما زباله ولا مساكن باش يعاود يطلع في المونتون مع 11 و20 و5 باش يخلصنا احنا تهنينا قلنا سبحان الله ولكن في نفس الوقت متمنين لهمش باش يزيدهم يطيحوا كيف نحنا لو لقينا فرصه باش نعاونوهم باش نقول لهم ردوا بالكم راه ما نجموش خاطر تحب ناخذ فلوسنا معناها منا تحرق منا تكوي ما نجمناش بقينا نستنوا فيه حتى الاخر ديسمبر 23 وهو يهني فينا الشاي ما فما حد شيء في الاخر عرفتوها معناتها حكايه عرفنا اللي هو السيد متحيل علينا
ضرب اقل واحد مينيموم من يوم في 24 مليون كل واحد. انتم 28 عائله نحكيو 28 طالب، كيفاش جمعكم القدر؟ كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ وقت اللي صار العمل، وقت عرفنا اللي هو السيد تحايل علينا، وقتها احنا بدينا نتلموا حتى الاولاد يعرفوا بعضهم، بارميسانجر وبار واحد يعرفوا بعضهم وبداوا يحكيوا مع بعضهم شنو اللي صار معاك انت، اسكو خديت فلوس كلها، انت خديت فلوس كلها. وقت الناس كل خذاو معناها عرفوا اللي السيد تحايل سي. وبما انه كما يحكي كما حكى سي محمد علي سي كمال، ما فماش كونتاكت بينه وبينهم، يغيبك الشهر ستة شهور ويرجع يحكي معاهم، يغيبك الشهر ستة ويرجع يحكي معاهم، معناها ما فماش حاجه صحيحه. السيد عنده املاك متمكن في تونس، معناها احنا نحبوا توا نوصلوا صوتنا للسلطة، لأن عندنا ثقه في تونس، عندنا سلطة في القضاء التونسي، وعندنا في الامن التونسي، التروزيام مونديال الامن التونسي راه ماهوش خويا الامن التونسي. جيبونا يا خو جيبونا حقنا. السيد هذا شكون السيد اللي قاعد يعاون فيه، وشكون الناس اللي معاه قاعدين يعاونوا فيه باش يتخبع وباش يعمل الاعمال هذه الكل، ومازال لحد الان تحي. نحب نوجه نداء، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. راهو التحايل على عجله، صفحات في الفيسبوك، صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي كلها راي رد بالك، وانت تحط فلوسك وتحط ساقيك وكهو.